مع بقية أخبارنا. وطبعا احنا كنا مع حضراتكم امبارح وبنشوف مظاهرات الإخوان وأحداث العنف اللي حصلت وحالات الوفيات اللي تقريبا يعني في كل محافظة من المحافظات اللي شهدت هذه المظاهرات وهذه الاشتباكات سقط يعني فيها قتيل ويعني إصابات عدة. يمكن احنا كنا قفلنا مع حضراتكم على 11 حالة وفاة، لكن النهاردة طبعا مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة أعلنت البيان طبعا الخاص بي بخصوص ضحايا الأمس، وقالت أنه كان نتيجة الاشتباكات اللي حصلت واستمرت من بعد صلاة الجمعة حتى الساعات الأولى من فجر اليوم كان نتيجة ده 14 قتيل وإصابة 64. احنا معانا على التليفون دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي. برحب بحضرتك معانا يا دكتور هشام. اهلا وسهلا بحضرتك. انتهيتوا يا دكتور يعني من التقارير المبدئيه بخصوص حالات الوفيات امبارح؟ ايوه فندم، خلصنا. تمام. على مستوى الجمهوريه كان عندنا 18 حاله. 18 ده كده العدد ارتفع. 18 حاله وفاه يعني يا دكتور. وال 18 جثه وصلوا لحضراتكم في المصلحه؟ بالظبط يا فندم. الفيوم كان فيها 3 حالات. اسكندريه حالتين. الاسماعيليه حالتين. المنيا حالة. القاهرة كانوا 10 حالات بيانهم كالتالي لغاية دلوقتي، يعني 4 من المعادي و4 من الزيتون وحالة من الألف مسكن وحالة من حلمية الزيتون. طيب أسباب الوفاة يا دكتور هشام؟ ال 18 حالة كانوا عندنا كلهم تراوح ما بين الطلق الناري والخرطوش، يعني حضرتك بالنسبه للمحافظات كان عندنا 6 حالات طلق ناري مفرد، وفي حالتين في اسكندريه ما قدرناش نتواصل مع قسم طب شرع اسكندريه، يعني كان عندنا مشكله في التواصل معاهم النهارده. بالنسبه للقاهره كان عندي حاله بس اللي هي طلق ناري مفرد اللي هي مطلق من عيار 9 ملي، و8 حالات خرطوش وحاله دكتور هشام 6 حالات طلق ناري. طلق ناري بالنسبه للمحافظات. للمحافظات يعني تمام. الفيوم والاسماعيليه والمنيا. والخرطوش 7؟ الخرطوش كانوا 8 في القاهره. وحاله 9 عيار 9 ملي وحاله خرطوش مع طلق ناري مفرد في القاهره، يعني 10 حالات 8 منهم خرطوش وواحد مفرد وواحد مفرد وخرطوش. طيب الطلق الناري يا دكتور هشام يعني برضو نوع المقذوف او السلاح اللي تم استخدامه؟ حالة واحدة اللي قدرنا نحددها فيها اللي هو حالة من حالات المعادي، وده كان مطلق من سلاح مشخن عيار 9 ملي. مشخن ده اللي هو بيبقى يعني بيبقى حاجة زي سلاح صوت، مسدس صوت او كده، وبيتم تعديله فيطلق رصاص حي. لا لا لا، امال ايه؟ هو اساسا اللي بيبقى مشخن يعني اللي هو حضرتك بيبقى فيه اساليب، يعني ما بيبقى فيه حفر شبه دائري او شبه حلزوني، ده عشان يدي يخلي الطلقه تدور جوه الماسوره وبالتالي بتخرج بسرعه اعلى، فبتقاوم الجاذبيه الارضيه وبتقاوم تيارات الهواء وبيبقى فيها ثبات حوالين محورها، وبالتالي بتحدث اصابه اكثر جسامه من السلاح غير المشخن. ده بقى اللي بيتم تعديله او تصنيعه في الورش اللي بتتعمل دي؟ لا ده يا فندم ده اساسا بيبقى طالع من مصنعه كده. مفهوم. طالع من مصنعه كده، بس انا عايز من خلال برنامج حضرتك انا عايز اقول تحذير مهم جدا جدا، ان في سلاح دلوقتي سلاح الصوت، انت عارفه المسدسات الصوت دي حضرتك دي اساسا المسدسات دي غير مدرجه في جدول الاسلحه. وبالتالي حضرتك اي حد ممكن يخش يشتريها من اي متجر اسلحه وبدون رخصه سلاح وبدون اي شيء. المشكله ان هذه الاسلحه وخاصه اللي جايه من تركيا، سهل تعديلها بشكل ده اللي كنت وحضرتك سواء بيعدلوا المقذوفات، يعني يا اما بيعدل في الماسوره نفسها يا اما بيعدل في المقذوف نفسه، فانا ارجو ان المشرع لا. انت فسرت لنا حاجه مهمه قوي يا دكتور هشام، لان كان من حوالي اسبوع كنا بنتابع ضبطيه وحاويه جايه 3 حاويات الحقيقه، وكان فيهم عدد كبير من مسدسات الصوت وكانت جايه لنا من تركيا، فما كناش فاهمين ايه مسدسات، يعني ايه الكم الكبير من مسدسات الصوت، احنا مش في فرح يعني. ف للاسف حضرتك انه احنا دلوقتي لقينا ان بعض الطلقات اللي هي الصوت بيتم فك الطلقه نفسها وتعديل الجزء البلاستيكي الامامي وبيتحط فيها رمان بيلي،
وبدل البلاستيك، وبالتالي بتتحول نفسها لطلقه كانها طلقه خرطوش من نوع تقيل. وفي نفس الوقت دلوقتي في طلقات، في اسلحه جايه من تركيا بيتم فك الماسوره من ورا، جزء معدني بيتم فكه وتتحول لماسوره تضرب عيره زي 9 مللي بالظبط. فنرجو ان انا بألفت النظر للموضوع ده، وبالذات في ظل الوضع الامني اللي احنا فيه، فارجو ان المشرع بسرعه شديده جدا نحاول نجد حل لهذا الموضوع. والله احنا بنشكرك يا دكتور على المعلومات دي وعلى المناجدة، ونتمنى بالفعل يكون في استجابة سريعة لان الموضوع ده فعلا بجد خطير. انا بشكرك دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي.